بسم الله، دلوقتي هنشوف ازاي اللي احنا عندنا ستير او رامب وفي ريلينج ازاي نقدر نعدل في الشكل بتاعه. اقول له ستير، اقول له هنا انا عايز اختار الريلينج، تقدر تختار اي نوع انت عايزه، تمام. وبعد كده اقول له انا عايز ارسم السلم بتاعي اهوت والتكنيكه بتاعته. لو قلت له انا موافق شفنا الموضوع ده في 3D، ممكن الوصلة دي مش عاجباك، تمام. طيب نعمل ايه عشان تعجبك؟ ممكن نيجي هنا ونقول له ايه الباص، تمام. عندنا حاجة اسمها ايه الجوين، فنختار الجوين اللي احنا عايزينها ونبدأ نختار الريل جوين ده باي تايب اكستند ريل تو ميد انسيرت. طب هنقول له مثلا اعمل لك اكستند ريل ونشوف الشكل هيبقى عامل ازاي، هيبقى بالشكل دوت عشان يحل مشكلة الفرق هنا بين ده ودوت، فعملها بالشكل ده. طيب هل في حاجة تانية ممكن نعملها؟ أو في طرق كتيرة ممكن نغير من خلالها. تعالى نعمل تراجع، هنختار الجزء اللي فوق، يعني هدوس تاب عشان أعمل بس سيلكت على الجزء اللي فوق بس مش كل الريل. وتيجي في البروبرتيز بتاعت التوب ريل هتقول له اديك تايب الديفولت جوين، هنخليها مثلا متر نغيرها، وهنيجي هنا ترانزيشن ممكن تقول مثلا لوس نيك، ده بالشكل دوت. وده الماتيريال ده ممكن نعمل الاكستنت، تمام. يعني هو الافتراضي بتاعه هو نان، فانا ممكن اعمل له امتداد واقول له مثلا امتداد ده مثلا متر ونص، الامتداد اللي هو هيبقى هنا اللي هو الامتداد ده، تمام. الاصل فيه ان هو بيقف هنا، لما بتقول له اعمل امتداد بيمدها بالشكل ده. وبرضه تعمل تقدر تعمل اكسل في التوب مثلا فلور، وده برضه ممكن نعملها فلور 1500، ده ممكن نخليه مثلا 1000، نقول له اوكي. طيب عايز ابدا اعدل الجوين بين دي وديت، هاجي هنا اقول له انا عايز الجزء اللي هو في التوب بس، واقول له اديت، تمام. هقول له اديت باص عدل المسار، واقول له اديت جوين، اختار الجوين اللي انا عايزها، وهتلاقي انواع كتيره تقدر تختار بينهم الشكل اللي يناسبك، تمام. الراديوس خليها مثلا 50، فيبدا يعمل لي الراديوس بالشكل ده.